الآن النيرف سبلاي اوف ذا هاند، وده بينقسم إلى قسمين: سنسوري نيرف سبلاي. سنسوري معناه رايح للسكن، يقولوا عليه كيوتينيوس انرفيشن، وموتور معناه ماسكولر، يعني بيغذي المسلز اوف ذا هاند. السنسوري نيرف سبلاي والموتور نيرف سبلاي، احنا قلنا ان الهاند لها سطحين، لها بالم ودورسم، يعني sensory innervation of the palm و sensory innervation of the dorsum of the hand. أما المسلز of the hand كنا قسمناها إلى أربع مجموعات: سينر مسلز والهايبوسينر مسلز، لمبريكال مسلز، والإنتر أوسياي اللي كانوا مجموعتين، مجموعة بالمر إنتر أوسياي ومجموعة دورسال إنتر أوسياي. نبتدي بإيه؟ هنبتدي بالسنسوري نيرف سبلاي. إذا اتكلمنا عن السنسوري نيرف سبلاي اوف ذا بالم، يبقى ده الانتيريور سيرفيس اللي هو ناحيته كانت الفليكسور ريتيناكولوم. فكان النيرفس المسؤول عن تغذية السكن اوف ذا انتيريور سيرفيس او بالمر سيرفيس اوف ذا هاند، هما تو نيرفس، الالنر والميديان. كويس، هنقسم الهند او البالمر سيرفيس of the hand إلى جزئين اتنين. الجزء الأول اللي هو راحة اليد اللي بيسموه البالم، skin of the palm، والجزء الثاني skin of the fingers، جلد الأصابع. من الرسمة ديت هنجد إن ال lateral two thirds of the skin of the palm زائد lateral three and half fingers اللي skin بتاعهم بياخد من الميديان نيرف. اما السكن اوف ذا ميديال وان ثيرد اوف ذا بالم زائد السكن اوف ذا ميديال وان اند هاف فينجرز ياخدوا من الالنر نيرف. ادي الجلد بتاع البالمر سيرفس. تعالوا نشوف الجلد بتاع الدورسم اوف ذا هاند. من واقع الرسمه ديت ادي سهله خالص، هنقول ال lateral two thirds the skin of the lateral two thirds of the dorsum of the hand زائد the skin of the lateral three and a half fingers هياخدوا نيرف سبلاي من الريديال نيرف. انما ال skin of the medial one third of the dorsum of the hand زائد ال skin of the medial one and a half fingers ياخدوا من الالنر نيرف. معنى كده ايه؟ معنى كده ان الالنر نيرف بيغذي الميديال سيرد والميديال وان اند هاف فينجرز الجلد بتاعهم من قدام ومن ورا. يعني ايه قدام ورا؟ يعني من البالمر سيرفيس ومن الدورسال سيرفيس اوف ذا هاند. كويس، انما الريديال هيغذي فقط من الدورسم، نفس توزيعه الميديان باستثناء مفاجاه غريبه. الميديان نيرف بيقول ده انا الكبير بتاع النيرفس اوف ذا ار، معقوله هاخد زي الريديال السطحي ده السوبرفيشال ريديال اللي هو السطح اللي عمل حادثه وكان توزيعه فقط يا دوبك على قد الجلد، ما بديش حتى ولا مصل في الهاند. فالميديال نيرف يقول انا هاخد زيه، يعترض الميديال نيرف ويدخل على الريديال نيرف هياخد جزء منه. هياخد ايه؟ هياخد ذا سكن اوف ذا دورسم بتاع اللاترال 3 اند اوف فينجر بتاع مين؟ بتاع الديستال فالانجيز، يعني الديستال فالانجيز اوف ذا لاترال 3 اند هاف فينجرز بما فيها النيلز تاخد من الميديان. ليه؟ لان الميديان ما اقتنعش بانه يغذي من البالم فقط، راح لمن ورا من عند الدورسم واخد الاجزاء دي كمان من حساب الريديال نيرف. ده كان السكن اوف ذا هاند. تعالوا نشوف المسلز اوف ذا هاند في التوزيعه الغريبه ديت. المسلز اوف ذا هاند احنا كنا قسمناها لاربع مجموعات زي ما احنا عارفين: مجموعه السينر مسلز اللي بتشكل السينر امينينس، ودول كان عددهم اربعه افكركم: ابدكتور بوليسز بريفيس، فليكسور بوليسز بريفيس، وبوننس بوليسز، وادكتور بوليسز. طيب مجموعه الهايبوسينر مسلز المجموعه الثانيه دول كانوا ثلاثه: ابدكتور ديجيتي مينيمي اهي، وفليكسور ديجيتي مينيمي اهي، واوبوننس ديجيتي مينيمي اللي تحتهم.
كويس. كان المسلز الهايبوسينر والسينر مسلز بياخدوا موتور النرفيشن يعني ماسكولار نيرف سبلاي عن طريق تو نيرفز، الالنر نيرف على الميديال سايد معناه ان هو يغذي العضلات اللي قاعده على الميديال سايد يعني الهايبوسينر، والميديال نيرف على اللاترال سايد هيغذي العضلات اللي قاعده على اللاترال سايد اللي هي السينر ماس. الا ان هنا كانت في مفاجاه غريبه، نتذكر الميديال نيرف كان في الارم، كان النيرف المدلل اللي كان ماشي بين العضلات واللي انفق ثروته كلها تقريبا على عضلات الفرونت اوف ذا فور ارم باستثناء واحده ونص اللي هي الفليكسور كارباي انارز والميديال هاف اوف ذا فليكسور ديجيتورام بروفانس. اما كان الالنر نيرف، النيرف العصامي ده كان فقير يتيم عايش على هامش الحياه، ملقاش حاجه يغذيها في الارم لانه معهوش اصلا ما يعطيه، اما في الفور ارم ده العضله ونص اللي تبقهم من الميديال نيرف اللي هي فليكسور كارباي انارز والميديال هاف اوف ذا فليكسور ديجيتورام بروفاندس. اما في الهاند لانه كان عصامي ففي الهاند في شيخوخته بقى، احنا بنقول ان الابر ارم دي الطفوله، الاكزيلا هي المولد، الابر ارم الطفوله، الفور ارم هي الشباب، الهاند هي الكهوله او الشيخوخه. الالنر نيرف طبعا قعد ايه يحوش شويه بشويه، ما صرفش ثروته كلها في الفور ارم، جه في الهاند عمل حاجه غريبه قوي. تعالوا كده نشوف ايه اللي حصل. يبقى ده كان مدلل صرف ثروته في شيخوخته ايه اللي هيحصل، وده كان فقير حوش اللي يقدر يكسبه، وهنشوف شيخوخته ايه اللي هيحصل من انفاقهم على عضلات الهاند. تعالوا نشوف الاول السينر ماسلز. فنجد الميديا نيرف لسه مكابر، قال لك انا هصرف على اول عضله اخدها، فيروح يغذي الابدكتور بوليسس بريفس اول واحده من عضلات السينر، وكمان يدين الفليكسور بوليسس بريفس كمان هيغذيها، لان كده من تحت لتحت الفليكسور بوليسس بريفس كانت بتاخد شويه نيرف سبلاي من الالنر على استحيائه من ورا الميديان نيرف. طيب والميديان نيرف هيكابر ويقول وهصرف كمان على الاوبوننس بوليسس ويغذي الاوبوننس بوليسس، والى هنا تنفذ ثروه الميديان نيرف ولم يعد عنده اي ماسكولار ديستريبيوشن، وما يقدرش هيسيب الادكتور بوليسز وما يصرفش عليها وتقعد كده بلا انفاق. العضلة التانية المجموعة التانية من عضلات المسلز اوف ذا هاند اللي هي الهايبوسينر مسلز كانت الابدكتور ديجيتي مينيمي، هتاخد الابدكتور ديجيتي مينيمي من الالنر نيرف معاها الفليكسور ديجيتي مينيمي معاها الاوبوننس ديجيتي مينيمي. الى هنا الالنر نيرف، هذا النيرف الشاب اللي كان عاش حياته فقير ما كانش قادر يصرف على ماسلز، غذى كل العضلات المسؤول عنها اللي هي الهايبوسينر ماسلز، وبشهامه اولاد البلد هيلقى ان الادكتور بوليسز وهي من رعايا الميديان نيرف من بقايا السينر ماسلز قاعده بلا انفاق، فيروح يصرف عليها ويشدها ويغذيها بالماسكولار ديستريبيوشن. دي كانت السينر والهايبوسينر ماسلز. لسه للماسلز للهاند في ماسلز اخرى، كان في عند اللامبريكلز هم كانوا اربعه، الفيرست والسكند والثيرد والفورس، بفكركم قلنا دول كانوا مرتبطين ارتباط وثيق جدا بالفليكسور ديجيتورام بروفاندس، دول بيخرجوا منها وكانوا حاطين الانسرشن في الاكستنسور اكسبانشن، بياخدوا نيرف سبلاي منين؟ لاحظوا معايا كده، هي مرتبطه بالفليكسور ديجيتورام بروفاندس فهتاخد زيها زي البروفاندس. فاول اثنين طبعا هو الالنر والميديال المسؤولين، وفين الريديال؟ الريديال عايش على هامش الحياه، ده فقط للجلد ما عادش ايه، لانه الولد الشقي ده طبعا عمل حادثته الشهيره واصبح كثير وسطحي متكسر، بقى سطحي بقى سوبرفيشيال ما يقدرش يدي الا للسكن. فالمسؤولين عن تغذيه الهاند هم الالنر والميديال. الميديال كان مدلل زي ما احنا عارفين، يا دوبك صرف على السينر ماسلز وما قدرش حتى يكمل مصاريف، وهيجي كابر وهياخد اول اتنين من اللامبريكال، اول اتنين اللي هما لاترال تو، فهنجد ان اللاترال تو يعني الفيرست والسكند لامبريكال هياخدوا نيرف سبلاي من الميديان، اما السيرد والفورس اللي كانوا باي بالنيت هياخدوا نيرف سبلاي منين؟ من الالنر. الى هنا الميديان نيرف جاب اخره، يعني ما قدرش يصرف على البول فليكسور بوليسس الابدكتور بوليسز والفليكسور بوليسز بريفس، اخدت مساعده كده من الالنر
واول تو لامبريكال وما قدرش يكمل. الالنر نيرف اخد الاثنين الكبار في اللامبريكال وغذاهم. تعالوا نشوف الانتر اوسياي. انا عندي بالمر انتر اوسياي ودورسال انتر اوسياي. البالمر انتر اوسياي عددهم 4 والدورسال عددهم 4. النيرف سبلاي المسؤول هو الالنر والميديان، ده رسمي قدام الحكومه. الالنر والميديان اللي بيغذوا، من الالنر خلص فلوسه كلها، حتى ما قدرش يصرف على الارنبار الامبريكال صرف على 2، ما قدرش يصرف على السينر صرف على 3. جينا في الانتر اوسياي خلاص ضيع ثروته كلها على الهلس في شبابه، خلصها على لحمه الفول فور ارم وما قدرش في الهاند يكمل. هيعمل ايه الالنر؟ الالنر النيرف المحترم العصامي اللي بنى نفسه بنفسه هياخد كل البالمر انتر اوسياي يصرف عليهم. طب نيجي نشوف الدورسال انتر اوسياي، وبرضه المسؤول الالنر والميديان رسمي، هما الاباء الشرعيين للعضلات ديت. فهناك ان الميديان يفشل ايضا، الميديان نيرف في الانفاق على الدورسال انتر اوسياي وياخدهم كمان الالنر نيرف. اذن الالنر نيرف بيغذي البالمر والدورسال انتر اوسياي بالاضافه الى الهايبوسينر ماسلز والادكتور بوليسز من عضلات السينر ماسلز. طيب كده خلصنا النيرف سبلاي بالتوزيعتين بتوعه السنسوري والموتور. اتبقى اخر حاجه في الهاند اللي هي البلد سبلاي اوف ذا هاند. البلد سبلاي اوف ذا هاند بيكون عن طريق 2 ارتريز، من على اللاترال سايد كان الريديال ارتري. نفكركم بالريديال ارتري، الريديال ارتري اللي كان جاي على اللاترال سايد اوف ذا ريست وراح جاي انحرف لاترال، انحرف لاترال وراح للباك اوف ذا هاند. هيعمل ايه في الباك اوف ذا هاند؟ عايز يصل الى البالم بس من ورا. ليه يا ريديال؟ ما انت ابن عم مين؟ انت ابن عم الريديال نيرف، والريديال نيرف كان زيك ولد مشاغب بيقعد يخمس بالعربيات ويلف يمين وشمال ويلف مناره ويطلع، انت زيك برضه. ايوه قريب. فنجد الريديال ارتري هيعمل زي الريديال نيرف، يحاول يقلده. يعمل ايه؟ بدل ما يخش محترم للهند من الامام يقوم جاي يلفف من ورا. طب لف من ورا هيلاقي مين امامه؟ هيلاقي الفيرس دورسال انتر اوسياس جاي من وراه، هيخترق الفيرس دورسال انتر اوسياس، هيطص فيه، هيعمل حادثه، هينكسر. ودي اخره الشقاوه. هينكسر ويعمل ايه؟ هيطلع البرانشز الاتيه. هيطلع ارتري يروح يغذي الصبع الكبير، هو الاساسي للصبع الكبير فيسموه البرنسبس بوليسز، وارتري اخر هيغذي الراديال سايد يعني اللاترال سايد اوف ذا اندكس يسموه ريديالس انديسز. هيطلع مين كمان؟ هيطلع الريديال ارتري هيكمل في طريقه وهنشوف هيعمل ايه، لانه هيدي برانش من هنا. هذا البرانش اللي طالع اهو بيسموه سوبرفيشال بالمر ارتري، هيشارك في تكوين السوبرفيشال بالمر ارش. ازاي؟ هنشوف حالا. ادي كانت البرانشز اوف مين؟ اوف ريديال ارتري ان ذا هاند. من الناحيه الثانيه الالنر ارتري المحترم اللي كان ماشي قدام الفليكسور روتانيكولم وخط مستقيم، هو من الامام وجاي في الامام، من الامام في الفور ارم وفي الامام في الريست، ويعدي قدام الناس كلها ومش خايف ولا مكسوف، ان فرانت اوف ذا فليكسور روتانيكولم على طول اول ما يدخل هيديني برانش اسمه سوبرفيشال بالمر، هيروح يتحد مع السوبرفيشال بالمر اللي جاي من الريديال ويكونوا اول قوس في الاقواس الشريانيه في الهاند اللي بيسموه سوبرفيشال بالمر ارش. اذا السوبرفيشال بالمر ارش مكون من 2 ارتريز، سوبرفيشال بالمر ارتري من الالنر وسوبرفيشال بالمر ارتري جاي من الريديال. طب نعمل عمل ايه؟ هيطلع برانش تاني، مين البرانش تاني ده؟ اسمه ديب بالمر ارتري. الديب بالمر ارتري ده هيروح يتحد مع مين؟ مع الكونتينويشن اوف ذا ريديال ارتري علشان يكون الديب بالمر ارش. اذا الديب بالمر ارش هيكون متكون من الريديال ارتري زائد الديب برانش اوف ايه؟ ديب برانش اوف النر ارتري. سوبرفيشال بالمر ارش هيغذي بقيه الصوابع ازاي؟ هيطلع برانشز في منطقه الميتاكاربس هيسموها بالمر ميتاكاربال ارتريز. كل بالمر ميتاكاربال هيتفرع الى فرعين اثنين علشان يغذوا الكونتيجوس سايدز اوف ذا ايه؟ لاترال 3 اند هاف فينجرز. بهذا الشكل كانت الأصابع والبالم والهاند بتتغذى بالأرتيريال سبلاي من الريديال والألنر أرتريس. بس